2009 وقطع الحدود ليتوج لأول مرة. خطيرة وبالخطأ، أولى أهداف اتحاد طنجة في هذه المباراة. نتابع الإعادة، تمريرة طويلة من إسماعيل بن معلم بالخطأ. العربي ناجي يسجل خطأ في مرماه معلنا عن تقدم اتحاد طنجة. مرتدة، هجمة مرتدة خطيرة خطيرة، الهدف الثاني عن طريق النغمي. كما قلت في البداية الاعتماد، خطأ فادح في دفاع فريق نهضة بركان. حمزة الركراكي تقليص الفارق، ترك مساحات كبيرة. يعطي الإشارة والمهدي النغمي يسجل ثالث أهداف. قلت بأن اتحاد طنجة لا ينهزم أبدا خلال المباراة الأولى.